اخبار وتفاصيل وتصريحات كمان وتعليقات مهمه جدا تتعلق بكاس العالم هنتابعها دلوقتي من خلال ترند المونديال. ترند المونديال نشوف اهم الامور ايه اللي بتتعلق بكاس العالم قطر 2022 من حساب يلا كوره على تويتر. الطريق الى اللقب تم تحديد اولى مواجهات دور ربع النهائي من كاس العالم. اولى المواجهات ما بين هولندا والارجنتين، ماتش هيبقى حلو قوي. طبعا هولندا كسبت امريكا بنتيجه 3-1 والارجنتين كسبت استراليا بنتيجه 2-1، وكان يعني استراليا قربت اللي هو ايه تتعادل في الدقائق الاخيره، بالتحديد في كوره في الاخر كده صدها مارتينيز بشكل مميز، لولا كده كان ممكن نروح للاوقات الاضافيه في مباراه الارجنتين واستراليا. لكن المواجهه في دور ربع النهائي ما بين الارجنتين وهولندا هتبقى ممتعه. اولا في تقارب في المستوى ما بين المنتخبين، ده امر مؤكد، لكن اكيد طالما ميسي موجود في الملعب فالتكافؤ مش هيكون موجود. ليه؟ لان كفه ميسي هي الارجح في كل الاحوال، لكن هي كره القدم ما تقدرش تتوقع مين يقدر يكسب في مباراه هتبقى تكتيكيا عاليه جدا، خصوصا لما تلعب منتخب جماعي زي المنتخب الالماني وفي الجانب التكتيكي ممتاز، وده اللي ظهر على مدار البطوله لحد دلوقتي. فمنتظرين المواجهه دي، مواجهه بذكريات كتير جدا لعبوا بعض في كاس العالم. انا بالنسبه لي للجيل بتاعي يعني اهم مباراه شفتها ما بين المنتخبين هي مباراه مونديال فرنسا 98، المباراه اللي كانت ما بينهم في احدى الادوار الاقصائيه، مش متذكر انهي دور، لكن قدرت هولندا ان هي تكسب بهدف دينيس بيركامب، كان جون ممتاز بشكل راجل مهاري عالي قوي قوي دينيس بيركامب. فبالتالي كده ماتش هيبقى قوي جدا في ربع النهائي، ودي اولى المواجهات. وانا بكلمكم دلوقتي فرنسا احرزت هدف في مرمى بولندا، وجيرو عوض الهدف اللي ما ينفعش يضيع، يعني في فرصه جات له من حوالي 10 دقائق ضيعها بمنتهى الغرابه جوه السته. فدلوقتي هو احرز هدف عشان تتقدم فرنسا على بولندا بنتيجه 1-0، وكان في هدف ضاع لبولندا قبل شويه. لكن في كل الاحوال طبقا للتوقعات فاحنا في دور ال 16 برضه هنشوف مواجهه اخرى هتكون قويه جدا ما بين فرنسا وانجلترا في حاله فوز كل منهم على بولندا والسنغال، لكن كل شيء ايضا وارد في كره القدم. طيب ده كان اول خبر. نروح لحساب جول على تويتر وبيتكلموا على المباراه رقم 1000 للنجم ليونيل ميسي. 778 مباراه مع برشلونه و53 مع باريس سان جيرمان و169 مع الارجنتين، جاب كام جون بقى يا جماعه؟ دي الارقام دي ما نشوفهاش غير عند ميسي ورونالدو، يعني ما فيش حد تاني يقدر يحقق الارقام اللي زي دي. فميسي جاب 788 هدف، انتوا متخيلين الرقم؟ وجايب او عامل 338 اسيست. فهم كاتبين تعليق يعني ان احنا محظوظين لمشاهده سحر ليونيل ميسي، طبعا كلنا محظوظين سواء بتشوف ميسي او بتشوف رونالدو. لكن اسطوره كبيره طبعا، اسطوره كبيره بنستمتع بيها وهنفضل نستمتع بيها لاخر مباراه ليه في الملاعب قبل الاعتزال. حساب يلا كوره على تويتر، مكافآت او مكافأه ماليه ضخمه، ماذا ستحصد السنغال في حال تجاوز الاسود الثلاثه اللي هو المنتخب الانجليزي؟ الاتحاد الدولي لكره القدم اعلن في وقت سابق عن جوائز الماليه للمشاركه في كاس العالم 2022 واللي ارتفعت عن البطوله اللي فاتت اللي هي كانت في روسيا 2018. المنتخب السنغالي ضمن 13 مليون دولار، ما شاء الله لا قوة الا بالله، مبلغ محترم بمجرد صعوده لدور ال 16، لو صعد كمان دور هياخد جوائز اكيد اكتر، لو فاز على انجلترا فبالتالي هيصل لمجموع جوائزه الماديه ل 17 مليون دولار. وبلوغ ربع النهائي اكبر انجاز اتحقق في تاريخ افريقيا، كان عندنا المنتخب الغاني هيوصل لنص النهائي لولا ايد سواريز لو نفتكر، وضربه الجزاء اللي ضيعها اسامواه جيان في جنوب افريقيا 2010، لكن ما حصلش نصيب. يعني دي المرحله الوحيده اللي تاهل ليها منتخبات من افريقيا. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات الافريقيه، يعني رغم انها مش بتعاطف قوي مع السنغال، لكن في كل الاحوال نتمنى للجميع كل التوفيق. الجوائز الماليه في كاس العالم اصلا السنه دي، بطل كاس العالم هياخد 42 مليون دولار، رقم ما شاء الله يعني. وصيف البطل هياخد 30 مليون دولار، المركز الثالث 27 مليون، والمركز الرابع 25 مليون، واصحاب المركز الخامس الى الثامن 68 المجموع، يعني كل منتخب هياخد 17 مليون، واصحاب المركز التاسع الى ال 16 المجموع هيبقى 104 مليون، يعني كل منتخب هياخد 13 مليون، واصحاب المركز ال 17 من ال 17 لل 32 المجموع بتاع يعني الجوائز هيبقى 144 مليون، يعني بما يعادل 9 مليون دولار لكل منتخب. جوائز ضخمه اكيد، لكن اكيد في مكاسب كبيره للفيفا من البطولات اللي زي دي يعني.
لكن هي البطوله الابرز اللي كل الناس نفسها تلعب او تشارك فيها يعني بغض النظر عن جوائزها. نروح لخبر اخر وده جول وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على ان في مسيره هولندا في كاس العالم حتى الان عملوا ايه؟ لعبوا بطل اسيا اللي هو قطر فازوا عليه 2-0، بطل كاس الامم الافريقيه السنغال فازوا عليهم 2-0، بطل كونكاكاف فازوا عليهم 3-1 اللي هو امريكا، هيلعبوا بطل كوبا امريكا اللي هو الارجنتين، فهم بيلعبوا الابطال من ساعه ما ابتدوا البطوله. هل زي ما كسبوا بطل اسيا وبطل افريقيا وبطل كونكاكاف هيقدروا يتفوقوا على الارجنتين؟ ده اللي احنا هنشوفه في المباراه المقبله في دور ربع النهائي. نروح لفليتشر فوتبول على تويتر، حسابهم بيتكلموا على ان نيمار خلاص اصبح جاهز وخد الضوء الاخضر للمشاركه مع البرازيل في مواجهه كوريا الجنوبيه في دور ال 16، الماتش اللي هيتلعب بكره بالليل الساعه 9. فده خبر سعيد لكل عشاق المنتخب البرازيلي، انا بشوفه من وجهه نظري المرشح الابرز للفوز بكاس العالم هذا العام سواء هم او فرنسا، يعني طبقا اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي، فخلينا برضو ننتظر ونشوف. لكن عوده نيمار اكيد ممتعه لكل المتابعين بغض النظر بقى انت بتشجع البرازيل او لا، لكن نجم بالمهارات دي اكيد تحب تتفرج عليه بشكل كبير جدا.